الذكر المبين ورسالة ووصية للمؤمنين. يا أبتا أريد أن أخاطب الآباء. أيها الأب، ما أبوتك إلا مسؤولية. فرق كبير بين الأب والأبوة. هناك أب ليس له في دور في الدنيا إلا أن أخرج هذا الابن إلى الوجود، أما الأبوة لهذا الابن فذلك يحتاج إلى شيء آخر. أيها الأب، أنت طاقة في هذه الأمة، قوتك هذه الذرية. أبي قد كان يغمرني بفيض الحب والطهر، يداعبني فأسعد حين يبدو باسم الثغر. أو أنت ثغرة، أنت سلمة في جدار هذه الأمة، أخزيت الأمة بهذه الذرية. أيها الأب، سؤال ما تنساهوش أبدا طول حياتك وانت سمعني وانا بقول لك، أيها الأب، أين أنت؟ أين أنت؟ إنها مسؤولية إن جاء هؤلاء الأولاد من النار. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. هل أنت أب أم أنك فقط زوج؟ أنت حاسس أن الأولاد اللي من صلبك دول أخلاقهم دي أنت اللي صنعتها؟ هل أنت أب؟ رد علي، أنت أب؟ التصرفات اللي بيعملوها دي بصنعتك؟ دي توجيهاتك؟ دي توجيهاتك؟ ده إشرافك؟ ده إشرافك؟ دي نتيجتك؟ دي نتيجتك؟ دي ثمرتك؟ دي ثمرتك؟ دي طريقتك؟ أنا أريد كل أب يعيش هذا الهم. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، إن الله سائر كل راع عما استرعاه حفظ أم ضيع. هتسأل الواد ده ضاع ليه؟ هتسأل الواد ده ضاع ليه؟ البنت دي فسدت، البنت دي فسدت. هتسأل يا أب، تسأل يا أب. ونصيحتي قبس من الذكر المبين ورسالة ووصية.